بسبب تراجع الموسم السياحي في البتراء اتجه المواطنون فيها إلى تجارة السيارات لتعويض الدخل الناتج من قطاع السياحة لتنافس بذلك البتراء بقية المحافظات في هذه التجارة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. اتجه العديد من المواطنين في البتراء لتجارة السيارات لتعويض الدخل الناتج من قطاع السياحة بسبب تراجع الموسم السياحي في البتراء. تجارة السيارات في وادي موسى شغلة مربحة كثير، وأتوقع كل أهالي وادي موسى استفادوا من هاي الشغلة، وأنا واحد منهم بصراحة. والله تجارة السيارات هي تجارة ممتازة، استفاد منها عدد كثير من المواطنين في هذا البلد الطيب، وغطت على يعني ساعدت وعوضت عن المجال السياحي ونقص السياح. الفترة الأخيرة هي ناحية إيجابية وفيها مصلحة للناس ولأهل وادي موسى بشكل عام، يعني استفادت شريحة معينة منها، ولكن بشكل عام كون السياحة في وادي موسى الآن في تراجع أو السياحة ضعيفة في الوقت الحالي، فيعني تجارة السيارات وحركة تجارة السيارات خففت على الناس غياب فترة السياحة المزدهرة. أصبحت البتراء تنافس عمان وباقي المحافظات في تجارة السيارات، كما وفرت العديد من فرص العمل لأبنائها. والله وفرنا فرص عمل كثيرة في هذا المجال، كون قطاع السياحة بتعرف البتراء قطاع السياحة هي تقريبا مزي أول كثير، فوفرنا فرص عمل فوق 50 فرصة عمل عندي داخل المحل، خارج المحل فوق 3000 مستثمر بيجوا وبأخذوا بيشتروا وبيبيعوا من هذا المحل. لواء البتراء الذي يبلغ عدد سكانه 35,000 نسمة استفاد غالبيتهم من تجارة السيارات التي زادت عن حجمها الطبيعي بنحو 4 أضعاف.